اخوات تبارك الله عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير. خوتي هاد النهار غادي نهضر تقريبا على واحد ثلاثه د المواضيع، وغادي نقرب الكاميرا باش غنوري واحد الحاجه في التلفازه باش ما ديديكتالناش كحاجه مضره في اليوتيوب. فاولا غادي نهضر على الكودات الفي اي بي، انتم كتشوفوا كيف بدات. فنهار قبل البدايه فطلقوا لكم تقريبا جميع القنوات اللي نتوما محتاجينها. بالنسبه للاخوه اللي كيسولوا على شهر اخوتي ما تعمروش، لان فيه الشك. انا شحال من واحد اتصل بيا كيقول لي عمر لي شهر اخوتي فيه الشك، يعني تقدر تعمرو غيطلق لك غير من الواحد للتسعود وما غيعمر لكش القنوات الاخرى، وغتصدق ما غاديش يطلق لك البين ماكس. وهذا الشيء راه ذكرته في جوج فيديوهات اللي قبل، قلت لكم اودي راه 3 شهور و 6 شهور وعام راه موجودين غيطلقوا، ولكن شهر فيه الشك. انا مازال لحد الان ما عمرتوش، نقدر ندير شي تجربه على شي جهاز ونوافيكم. المهم انا غادي نشوف الى درت شي تجربه على شي جهاز غنوافيكم، نشوف الشهر واش طالق البين ماكس او لا. يعني البيين افرون والبيين اسيا. بالنسبه للناس اللي كتسولني على التقنيه ديال الاي بي، باغيه تخدم بالاي بي، فاخوتي الا كنتو كديروا يعني الروتورات العاديين ودايرين داك الاشتراكات العاديين ديال 12 ميغا او حتى 16 ميغا، فشوف بلا زواق، يعني كما كيقولوا بدون لغه خشب زيرو كونيكسيون زيرو. انا هرست الروتور، اقسم لك يمينا الى هرست الروتور، دابا كنقلب انا ندير الفايبر اوبتيك، وهادشي اللي بغاو. يعني حتى الشركات اللي مختصه فهاد الاخر فهادشي اللي بغاو انك انا هرست الروتور، ما نوري لكم. هرستو الاعصاب، الاعصاب واش عرفتوا شنو هي الاعصاب؟ كتلقى الواتساب كتلقى عامر. راه كنوريكم الكميه ديال الرسائل اللي كتجيني في الواتساب، راه درت تقريبا 4 ديال الاشهارات. في الفيسبوك كنقول لهم اخوتي انا ما بقيتش في هذا الدومين صافي، لان علاش وصل السيل الزوبه كما كيقولوا باللغه العربيه، والله العظيم وصل السيل الزوبه صافي، ما بقيتش قاد تصوروا. كنبقى جالس في هذا الكرسي يعني 10 السوايع 12 ساعه وانت جالس، ما تاكل ما تشرب، وكلشي كتاكلو هنا بالردات، ها الخبز ها الزيت ها رونت هاد القضيه انا، وسد المحل على الكليان. هما الكليان اللي جاو عندي يعني الى يشهدوا بشهاده ديال الحق كيلقاو الباب مسدود. علاش؟ لان ما قديتش اخويا نوافق ما بين العمل ديال سميتو العمل ديال المحل والعمل ديال الناس اللي في الواتساب. بزاف لا اله الا الله محمد رسول الله، راني انسان ماشي اله. ديروا معك شي واحد، راه حنا درناه معنا شي واحد، درناه معنا العام اللي فات ما درناش واحد، ماشي مشى دار القناه ديالو وبدا كينصف عباد الله، راه عارف راسو. نبقى انا ديما انا كندير انا نبقى نطيح انا في نفس الخطا، غنجيب واحد الا خصني نجيب شي واحد، نجيب شي واحد اللي ولد الناس اللي متقي الله. جبنا واحد ما شاف شنو نقل داك الشيء اللي كنت كندير، وهذا مشى دار القناه ديالو ومشى حتى هو بدا كيلاخر، ما عنده لا كودات لا والو، واستعبدوا يعني تقني الشركه يشهد. مشى اتصل بالشركه وبغى ياخذ السلعه ديال الاخر بالاسم ديالي. لا اله الا الله محمد رسول الله، انا بوحدي ما قديتش وما قدرتش ندير شي واحد اللي ماشي كف، نحطو هنا نقول له هالكودات وهالواتساب ديالي وتهلا في الناس ما نقدرش نديرو. يعني باش نعطيكم انا واحد الشخص اللي غادي ياكلك في رزقك او نمشي يدير لي مشاكل، لا. اللهم انا نتحمل مسؤوليتي، والناس كتعرفني كيفاش كندير التعامل، ولا نحط شي واحد ويصدق واكلكم اخوتي في رزقكم ما نقدرش. راه اللهم نجيبها في صحتي، ولا خوتي نمشي نسمع شي هضره من شي واحد كليتيني في رزقي ولا هذا، راه ما كنبغيش نسمع داك الهضره. راني امازيغي وولد الامازيغ، وعارف شنو عارف التربيه ديالي كيفاش تربيت، راه الامانه كنصونه. بالمناسبه الامانه هذا ديال واحد الشخص من بني ملال، فاخويا مصطفى بن الحاج خويا راه وصلتك الامانه وتردت، راه تردت لانك قال لك عياوي صونيو عليك ما جاوبتيهمش الامانه، راه تردت. الا كنت يا خويا تتفرج في هذا الفيديو فاخويا الله يرضي عليك، عاود اتصل بيا باش نصيفط لك الجهاز ديالك، لان الامانه راه امانه، راه ما كنقدرش انا على الامانه. ها الامانه فهي غادي توصلك. كاين ناس صيفط لهم باجهزه مثلا بحال هذا السيد هذا، فكان قال لي صيفط لي كليوي في انا مع تخربقت هذا، نصيفط له جهاز كامل تخربقت والله تخربقت، ومسكين رد لي الجهاز قال لي انا طلبت لك غير كليويفي. ومشكور من هذاك الشيء. علاش اخوتي ما كنبغيش نحط انا شي واحد، راه كنحترم واحد الحاجه
اللي سميتها الامانه. الامانه راه وصى عليها الدين ديالنا، وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقدرش اخوتي انا نخدع شي واحد. هاد النهار عصبتني الكونيكسيون والله الا هرست لاخر. دونك اخوتي وصلنا لهاد النقطه الكونيكسيون. الناس اللي دايرين 12 ميجا ويقول لي 18 ميجا او حتى 16 ميجا او حتى 20، يقول لي راه كنخدم. راه اخويا راه غير كضحك على راسك، راه كارثه بمعنى الكلمه. انا دابا راه غادي نبدل غدا ان شاء الله، غنصبح عليهم غنحيد عليا هاد الزبل حاشاكم، وغنبدل. لان ما كتطلق القناه كتجلس 3 ايام وانت كدور. فورماطيتو، درت جميع الوسائل، درت لا دي، بدلت الدي ان اس، بدلت هبطت الام تي، يعني راه كان طارف هذا التخربيق ديال الريزو، كان طارف. يعني ما خليت ما درت في الروتور لعبت فيه كيما والو. كونيكسيون صابي ديال الانترنت في المغرب بزيرو، وحتى فايبر اوبتيك زيرو. انا غادي ندير الفايبر اوبتيك غير غادي كيما كيقولوا نغامر والسلام. واخا خوتي فين وصلنا؟ غنهضر على الناس ديال اوروبا، الناس ديال ايطاليا. خوتي الاي بي ما عندي ما ندير لكم خوتي، داكشي اللي عطاكم الله هو هذاك. عندكم الشركات تما كتحجب عليكم التقنيه ديال الاي بي، فبلا ما تحاولوا تفكروا في الاي بي. فإلا ما استعملتيش الفي بي ان، عقلوا على الفي بي ان. الا ما استعملتيش الفي بي ان راك ما غاديش تفرج. فغتستعمل الفي بي ان باش انك تبدل الدوله. الفي بي ان راه مقلوبه، انا درت الكاميرا مقلوبه، انا غنقول لكم علاش. فحاولوا ديروا الفي بي ان. الناس ديال اسبانيا، حتى نتوما عندكم الشركات مسيطرين عليكم تما، كيضربوا لكم الاغلبيه. كذلك الناس ديال شنو كيقولوا لهم، الناس ديال بريطانيا والناس ديال